الوضع الاحداث غير متغير 70 ل 80% انقلب. حاول فوق راح نوصل ل 100%. هسه بسالك سؤال، هسه الشوارع اللي دخلناها نظمناها ولا لا؟ نعم 100%. اليوم هسه تبع البسطه بتيجي عندك هون احنا كان فينا نعدي، وانا بتاكد انه حدا مهمتكم. احنا على القانون تحت القانون، المساحه اللي انت مرخصت لك احنا معك 100%. اعطيت الناس كلها مهله، انا تحت القانون. قول لي لوين بدك انا بطيح سيدي. هي اسم البن مبين. طيب نعم يا سيدي، من 500 خلص هذا كله فكفك وبراحتك اليوم. طيب معلم استرجع رافين عليكم ولا تقدر اليوم تفضل المحل؟ تقدر تفضل محل اليوم واجي عليك المساء القاف هذي والقاك بتشتغل وبعد يومين بس تشتغل، ما عندي مشكلة. أما تبعد ثلاثة أيام وانت بتستنى فيني نقول لك فضي، لا باشر اليوم فضل حبيب. اول محل مين اخوي؟ اتنس خلود اتنس خلاص اتنس يا بك من انا امريكا اول محل انا هنا امريكا والله اللي فاهم اول محل في والله بس قيمته تمام. هل اخوي على الزاويه انا جايكم هو هذا كل ساعه متر ونص ماشي ما بتاخذ تاوي مش تاخذ تاوي يا متر بينك وبين المتر شو بدك يعني ما نحكي متر من عندك ومتر من عنده مترين غرفه صارت سيدي بس شوف تمام اذا بترجع المترين ينبنى ترجع المحل بنهد ماشي خليني مجال اطلع براسي بس اطلعها متر والله ما في مجال يعني عندي هاي متر بيني وبينك وين تصلحه انا راي بس ايش عرضه ليش عرضه لو متر ونص يا سيدي هو الاربعة متر اللي احنا واقفين عليه صار تمام هاي سامر اللي
واقفين هان ابعد كملوا اللي زاد عيوني بجيب ما بزيد يجي في جماعه الاملاك ايش يبيع الشارع ماشي راح تحطوا ايش يبيع الشارع بس صدق معك ايش يبيع الشارع انت ترزق ايش فيه انا بسالك سؤال هسه احنا واقفين وين تقدر توقف قدامك سياره لا طيب احنا لو سحبنا هنا قدام ايش بيصير اوسع 100 يعني بسالك سؤال هسه الان قديش بس بين جارك 7 متر بيقدم هذول مشاو سيارات والله حسب لا بيقدم لف بدناش اياها ما هو بقول لك ليش هسه احنا بدنا نرفع المساحه الاوسع تمام ماشي تمام هسه رزق تكون هناك بس هون هون انت الان في مجال من وقتك دقيقه انا زلمه هسه بدي لمستك الشارع بدي اكنسه تمام متى بدك تسلمونا عشان ارزقنا والعيد وعندي انا سيدي مكفوف قاعد باخذ اجار يعني الشهر اليوم لو انك خليت جهزك كان جماعة أملاك بلغوك وين مساحة تشهد احنا شو اتفقنا نسألك سؤال قال لي بلش بالسبت تمام لا 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 انا بلشت بالخميس انت حقت شو وقت جيت عندي خميس طيب شو قلت لي بدي بلش هذا ايوه زلمه هات لي والله والله يا سلام عليك والله سلام عليك هسه بس ما انكسر والله 3 ايام عرفت هات ما تجاري راح احطك باي اوسع مساحه يعني انت فهم علي انا احطك هون اخباري محلات دام تكون في سيارة بس أسوال هذا الشارع مش كان في سيارة نعم كان في وسار نعم طيب بالله يبين عليك قد ايش صار في وسار أو سيارة سنين تمام بنفتح الشارع بدنا نضرب أنا ما عاد تنظيم سيدي طيب. والله العظيم ولازم تساعدنا أنت نفس الأمر قلت لك خليه يكون لازم تقولي لا خلاص نفتح نقلونا قالوا قبل هالمرة لحقنا عدنا ونقلنا نفس هد بس نيجي رح نلاقي المساحات تمام ايام بديش الاقي ولا شيء بس عطوفتك في شغله بس في شغله هسه هم انا قبل شيء قالوا لي متى نبلش قلت ما حدا ببلش ولا بحط مسمار الا استلم الارض بلاطه طبعا بلاش في عندنا شكل مسكر سيدي اصحابها ما اجتش زي هذول ولا قالوا لنا بدناش كله هيك ولا واحد بيجي ولا هي احنا موجودين علينا احنا شو بدك بس سؤال انت وين محلك في لك فاضل المحل وين مصطفى وين محلك وين محلك مصطفى لك بغيرك انت لا مصطفى انت وين محلك مالكيش بغيرك من المقصد سيدي اذا الشارع ما نظفش بقول بديش سلمك طب انا كيف بدي اقول لهم بيهم بجيبهم من دورهم انت بس سؤال انت لك بنفسك نظم امورك انت وما عليك غيرك هسه المحلات هاي اللي بتنشغل احنا كيفين نتعامل معها انا قاعد بقول لك الان هاي محلك انت الان موجود انت الان محلك بهاي الصوره صح الان انت هاي الكوربه مدخله انا كيف بدخل عليها بقول لك اهم شيء الكوربه روح ارجع لورا ارجع لورا ايش امين يا شباب لا تبيع في جمعات لا تبيع يلا يا شباب على الطريق لا تتجمع لا تتجمع لا تبيع عندي مفضل موقع هذا ما قال المحل والله صور القارة شوف يعني هذا ما قال المحل Yeah.
Thank you.
بدك برجع ريفرس يلا بطلع في جهه ثانيه برجع ريفرس بعدين بطلع تمام بس خلينا نسمع يعني بس ده بدي اصطف لقدام شوي عندي المدارس هون طيب أنا مع الإزالة ومع التنظيم. كيف كان الوضع سابق؟ ممتاز جدا. سابق كان شيء يعني بيخزي الصحيح. شيء من ايش كنتوا تعانوا؟ زي ايش؟ من البسطات ومن النشالين واصحاب المحلات اللي طالعين وماخذين الشارع. فالامور الحمد لله يعني ممتازة. انت الان بعد هاي الاوضاع اللي صارت الوحدات ممتاز لسه بس ضايل في تكملة. في ان شاء الله. بدنا تنظيم يعملوا لنا هان اوتو بارك للبسطات للسيارات اللي الناس تدخل على المخيم ويصير في حركة مسير. اما يعني بدون موقف على الفاضي وان شاء الله الامور بتكون كويسه وشكرا للامانه وشكرا للمحافظ وشكرا للدوله كلها كامله جميل في هذا سوريا الشرق سوريا طيب شباب بتبلغوا اصحاب المحلات هاي المحلات الاسبوع الجاي راح نيجي ننفذ عليها لان هاي مش محلات طبعا هاي عباره عن يعني ناس مستغلين سور اللي هي شركه الحكمه شركه الحكمه وعاملين عليها يعني براكيات فبتبلغوهم انه الاسبوع الجاي بدنا يا شباب مين هون من اصحاب المحلات اللي هون اغلبك والله تعال شوي اغلبك يعطيك العافيه انت هون صاحب المحل مظبوط طيب هاي لك شغله مين هاي والله ما طيب انا اجيت على الوحدات لقيتها موجوده ماشي بس افتحوا جيرانك بلغهم الاسبوع الجاي جايين هاي كليات عشان نشيلها لانه هذول باينين على السوق طيب هاي المحلات وهاي المحلات طيب هذول فتحات وين اصحابهم هذول المحلات تعب الله خلينا نشوف هذول المحلات تحت شو اللي انا عادي اللي في شغلك محل ما شاء الله محلك محترم قديش مساحه محلك يعني الله واضح ما بعرف قديش مساحه طبعا طيب الان طالع برا عامل بسطه طب هذول البضاعه هاي لو دخلت جوا محلك استغليتها ما بتقدر تعرضها جوا لا والله يعني برا جوا في احدي وشنات طيب هاي الشالات هاي يعني حجمها مش كبير يعني تقدر تعرضها جوا طبعا هسه هاي كلياتها بتشيلها هاي صارت بسطه انت صاحب محل وعامل بسطه بنفس الوقت فهذا كامله يعني احنا الاسبوع الجاي عندكم فبتمنى انه هاي ما نشوف بني ايام وهيك عامل لك باب وعامل لك كل امورك هاي لك بالك هاي تبع هاي مين هاي يا عبادي هاي لك برضو هسه وين عيش عيد انت حاجه وين مش بسيط يا دلاد العبادي لا انا مش انا ما دام جوا محلك بسطه هون هاي انا بشوف في وجه صاحبه يا هون صاحبه وانت صندوق علم اطول داش انا طيب عشان ما يجيش بسطه انا مشغول الان بسطات ما في الان انت تلتزم بالمحل هاي البضاعه بتشيلها واحنا ان شاء الله اللي بعد جاي عندكم راح نلاقي بضاعته برا راح ناخذ عليها اجراء ماشي عندك محل ما شاء الله عليه مكتب واعرضها بالطريقه اللي بدك اياها يعني من الواضح انه هاي البسطه للمحل طيب الله يعينك ما شاء الله كيف مساحه المحل كبير مظبوط يعني مساحات كلها فاضيه ماشي السيدي ومع ذلك طالع حاطه صح لا ما راح بس الان كيف شايف الوضع قدامك الحمد لله تمام الان سيدي الان وضع راح يتغير الان بسطات ما في راح ترجع انت تحط باب محلك تشيل هاي البسطات راح تتغير انا المشكله عندي سيدي ما بحطها عندي المشاهير والمحل طويل بس انا خايف احطها هو ريده واحد ما حدا راح يجي هذا بدي احطه مستقبل محلك سيدي مباشره بلغنا بيجوا على الشباب سيدي مباشره سيدي هسه الان احنا كيفنا قاعدين كل تقريبا اسبوع نقيم عندكم كثير 10 ايام ونكون عندكم مظبوط لا مصبوع. جماعه الامانه يعني انا بعرف في جوله صباحيه وجوله مسائيه في المنطقه الان الوضع تغير
هاي ماشي ايوه هسه لازم تشيلها وتنتزل في محل انا احنا كفيلين سيدي هسه خليك معي هسه اي واحد يجي بصر احنا كفيلين انه نعالج الامور البسطه انا بقيمه بس اي واحد يجي بسطه من برا يجي هنا بصير تعرف ما بقول لك هسه بسطات وهذا الحديد بدك تشيله الامور بدها تختلف كلها الامور تنقام تحط على السريع على الجراف سيدي الان وضع بدك تغير يعني تفرج انت جارك الان عامل محل محلات نعم صغير بس انا حطيتها انا شرحت لك ايش مشكله خلص الله يرضى عليك ايش بديش حد يجي بس ما حد رح يجي عندك تمام ما حد رح يجي عندك العطوف الصبح يعني ما في يعني قلت لك الامور رح تنظف انت شايف الان الامور بدها تصير كويسه الشوارع هاي عمر شفتها بها بهالشكل فالان احنا بدنا نتعاون معانا حتى نقدر نوصل لا اقول لك نرجع لا منطقه وحدان حلقها كانت هي مقصد اصلا فحسين مشكلة الآن بسطات أصبح من الماضي هاي هسه قاعدين إحنا الشارع قاعدين ندخل بالنظر مصطور إحنا هاي أول مرة بيجي عندنا يعني اليوم إحنا ما أخذنا إدراك إحنا قاعدين نبان عليكم وحكينا معكم بطريقة ودية مصطور لا نقول لك إنه الآن إحنا شغلنا بحسين بالشارع هذا نعرف إحنا نبلش فيه والآن قلت لك بنحب نتعاون معانا هسه إذا أجى تبع بسطات إحنا كيف نتعاون معه خلاص هذا اللي ياسين الله يعطيك العافية اجمع يا البسطات كلها لكم مزبوط ولا لا مزبوط طيب سيدي هذا مش منطق أنا أقول لك حتى كتسوق يعني أقول لك هاي شوف هاي إحنا ثلاثة سكرنا الشارع نعم أنت كلامك 100% وأنا لكن هذا الحكي هذا بضرني أنا دير بالك بس أنا هذا الحكي لأجل ما واحد يجي يحط بسط على باب محلي اسمع شوف نفس الكلام سمعنا بس بسألك سؤال نعم تفضل الآن الوضع الوحدات غير ومتغيرش هلا 70-80% انقلب هسا مع تعاونكم رح نصل ل 100% احنا بدي اصل ل 100% هسا بسالك سؤال هسا الشوارع دخلناها نظمناها ولا لا؟ نعم 100% اليوم احنا اول مره بنيجي عندكم ولا لا؟ بالضبط الان بنقول لكم يا جماعه الخير يا شباب يا حبايبنا الان هذا كله بده ينشال هذا بضرني هسا بس خليك معي هسا تبع البسطه بده يجي عندك هون احنا كافيين نعجل وانا بتاكد لك مهمته رد علي نعم. انا اكد لك انه الان بسطات بالوحدات تدخل ولا بتطلع الان بسطات تطلع قاعد يعني. تطلع اكد لك الشارع هذا ما راح يجي بسطات مره ولكن لما انا باجي بشوف هذا المنظر نفسه بس خليك معي نفسه تبع البسطات بصير بدك تحب بسط عندك لانه بقول لك اذا صاحب المحل بسط نعم وعارض اغلب تبع البسطات اللي زقينا معهم نعم كان كل شك متهم عليك بقول لك انت بتمنعنا بسط بس صاحب المحل عامل بسطه نعم كلامك كيف مزبوط فاحنا بدنا موضوع انه انا ابسط بس عشان اني انا مش حدا يجي بسط قدامي كصاحب محل هاي فكره لازم بلغيها هلا بنلغيها ما عندك والكل متعاون بهذا الموضوع كيف وبرضه شوف انت شايف كيف هسه هي جارك عامل محل نعم عامل له باب وعامل له مش صح لا كيف؟ مش صح لا آه ما هو صح صور يعني لا شو هي لدوله الحكمه ولا شيء لا الوكاله الصح الان هذا كلياته بده يشال ترجع المحلات اللي حتى اللي بده يفوت عندك هون يصير عندك تصرف ما هذا متطلباتنا انه يكون زبون يجي ياخذ راحته بالسوق ويفوت يتسوق ويطلع هذا اللي بدنا اياه احنا صاحبين كمان صاحبين محلات احنا ان شاء الله هذا المطلوب منك الاسبوع الجاي ان شاء الله عندكم اهلا وسهلا وانتم شباب محترمين الله يعطيك العافيه هذا المحل لمين طيب انت الان شو عامل يعني هسه طلعنا من بسطه يعني شو انت قديش السلان عندك عقليتك التجاريه استغليت ان قديش هاي اقل من نص متر صح احنا اول شيء احنا طول بالك هاي اقل من نص متر مظبوط شو عملت فيها انت عملت فيها بوابه المحل كان مفترض انه هذا اصبح محل لك انت محلك وين ماشي انت شو بتبيع هنا ادوات منزليه الان قلبت على ملابس بهاي الزاويه هذا هو كان الاختصاص من الاول ماشي بس سيدي هسه انت ترجع على مكانك هذا امر مرفوض احنا بخدم عرفت كيف لانه انت عامل محل بزاويه العفو منك انا سمعت الحل اللي حكيته لجاري انه في فكره اي واحد طبعا بسطه يجي بسط هنا مرفوضه بهمتكم انتم طبعا مش بهمتنا مع احترامي لك انا لما اطلع الصبح افتح بابي
عشان يجيك بس مثلا اصغر ولا هذا اكلات انا بتلاشاه. فهذا الحكي اللي خلانا نتلاشاه هذا. احنا زي ما قال لك جارنا لا بس من وانا بدنا من جوع 100%. انت بسالك سؤال هسه انت كيف شايف الوضع؟ والله لا الاحسن باذن الله بهمته يعني. بسالك سؤال اي اصعب شارعك ولا الشوارع البرانيه؟ لا اللي برا طبعا. طيب نظفت ولا تنظفت؟ اذا انتوا هون كلكم اصحاب محلات يعني. انا بتوقع زياره هاي اليوم راح تنهي هاي المخالفات كلياتها لاني انا قاعد اتعامل مع اصحاب محلات. الله يكرمك. عرفت كيف؟ ما شاء بتمنى الله. احنا الاسبوع الجاي نيجي هذا من الحكي كل ما نلاقي. من عينينا الثنتين. حبيبي الله يعطيك الف عافيه. الله يعطيك الف عافيه. تفضل. يعطيك العافيه. هاي لك صح؟ طيب انت يعني سؤال، انت عندك محل ما شاء الله محلك يعني حتى ديكورات وامور مرتبه مظبوط. طيب ليش عامل بسطه بس تقول لي ايش خوفا من اصحاب البسطه؟ لاني والله هذا صرت سامع اكثر مره. بس ليش عامل بسطه هون؟ اخو صاحب محل اخونا اخو. طيب ماشي انا يعني بسالك سؤال هسه يعني انت حتى اخو بتقدر تجاوب عنه ليش عامل هون بسطه؟ والله اعلم بعرفش عنه. طيب هاي البسطه تنشال بترجع بتعرض بضاعتك جوا محلك بطريقه كويسه اللي تقدر الناس تفوت يعني. شوف هسه احنا هاي الثلاثه وقفنا سكرنا الشارع كامله صح ولا مش صح؟ يلا الله يعطيك العافيه. ما يظل انت شوف طبعا بد محلك يعني محلك من احلى المحلات اللي شفتها في منطقه الوحده برضو عامل بسطه مش معقول ولا لا؟ يلا الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. ان شاء الله يعني وضع الجار لازم نمر كل الاحترام يعني بتطلع شارع. بس اقول لك والله كل بس احنا والله شايفين حلو والله ما قصرت. بس سؤال احنا حكينا لكم عنه هذا المفروض هذا المفروض كامله انشاء بس والله احنا شايفينه منظره حلو رح نترك. احنا شو قلنا لكم لاحظتنا هذا مش هون. طب احنا ممكن نعمل شيء يعني شيء بنقدر نقدر هذا اللي مشاهد بترجع بترجع. اذا الان اتخلك معي اذا الان انا ما في عندك كون انت عارف انت عندك زحمه ما عندك زحمه اصلا يعني لو فاتوا أربعة خمسة بيسكروا لنا بس احنا نتمنى من الله احتزام قدام الايام بنلاقيها بس بالعيد الكبير والصغير باقي الايام الله بيعلم. انا اقول لك ليش الله بيعلم ليش بس ليش الناس الان محتاجين الدخول عندك كون عارف ليش؟ ما فيش طريق يعني اي ست بدها تدخل يعني بتتجنب تدخل هيك مكان لانه في الحمد لله واسع الله يوسعها. لا سيدي شو الواسع بس شوف لي شو الواسع هاي نحن وقفنا ما شاء الله انتم لا لا يا سيدي من بيني ما شاء الله عليك كل الاحترام. هاي محلات اول شيء مش محلك لحالك كم محل انتم هنا؟ احنا منيح انا والله بحكي لك بس خليك معي فوق الاشياء 40 50 محل يعني انا بتوقع اكثر جزء اكثر من 50 لو كل محل بيكون عليه ثلاثه هاي سكرها كلها ما بصير. بقول لك حتى هذا زينكم مخالف بس والله احنا يعني شفناه منظره حلو يعني ما راح نحكي فيه عبادي شو مرتب ما بنحكي فيه بس هاي يعني المره الجايه بترجى انها هي تكون واحنا شوف يعني بقول لك نترجى ان شاء الله حتى والله ما نخسر اي شيء توكل على الله ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. الله يعافي عمرك. احنا انه احنا بدنا نطبق يعني القانون بكل حذافيره ونقول انه يعني يكون صرام القانون. احنا بنحاول نسخر القانون لخدمتكم. الان شايف هاي الزيك هذا الحاطين والله كانوا بتحجب الشمس بتحجب عنكم الشتاء والامور احنا بنقول خليه على الرغم هو مخالف بس احنا بنقول خليه لانه منظر جميل وما بضر لا المشاة ولا بضر الناس جايين يتسوقوا عندكم. بس هاي المحلات اللي عاملينها انتم ماخذين مساحات كبيره ما بتضر. ماشي يا شباب الله يعطيكم العافيه. طريق اكيد طلع كم خلك هاي الاثنين هاي سكر الشارع هاي لو فاتحه بس لو فاتحه هاي بيكون اقول لك حتى زباين بدنا الزباين تيجي على الوحده بدنا نفتح طريق طلع محل كبير طويل عريض 1000 ليره ايجار. طيب ماشي بس انا بقول لك شغله واحده الان انت الان احجام الناس عشان التسوق شو سووا شو سووا لا بسالك انت كصاحب محل بسطه بتاذي يعني بس الناس بترتاح لا ما حدث ولا في زحمه لا في زحمه دائما. طيب انا بسالك سؤال ما عليك عشان يحطون هذا لو اختك شيء او زوجك راح يعني ما زحمت نازل أيوة. طيب بعد ما نفتح هاي الممرات وبتعرف ان زوجتك راح تمر او اختك راح تمر في مكان امن وسط طبعا بس احنا هذا بدنا نرجع للوحدات هيبتها وألقها ترجع مركز تجاري والله صار لي 10 سنين ما انا مش قاعد اقول لك انا احنا عارفين كانت الوحدات يجوا من كل مناطق المملكه يتصوروا لا امي لا مرتي ولا حدا لعلمك شافت سوق الوحدات من انظف البضاعه واجودها ممكن ولا انا مستورد من كوانز ومن الصين ايوه قاعد بقول لك وبجيب بضاعه نظيفه الان احجام الناس عن الدخول لانه زحمه لا بيقدروا يسوقوا سياره لا بيقدروا يمشوا عجله الان كيف الوضع برا؟
لا ممتاز ممتاز. بدنا نتعاون معانا وننظم هاي الامور. صرت ادخل باصي لهون ادخل بضاعه للمحل. وين في الدوره بالشارع؟ بالعربيات وادفع اجار. ريحناك ولا لا؟ اه والله يسلم وجهك. الله يحفظك. احنا بدي يعني قلت لك انت شباب محترم اصحاب محلات ما شاء الله هيك انت يعني بيجي ماركات عرفت كيف؟ يعني هاي والله ما فيها تعب عرفت كيف؟ يعني بتقدر تعرض ضاعتك هون بالنتيجه ايش بدك اياه تلاقيه بالمستودع اكيد عندك مستودع قريب. يصير علينا بيصير على الناس. الله حي حبيبي. الله يعطيك العافيه. هاي مقص وباب شو بصير مضموها للبسطور هلا هم الوكاله يا الله يحفر فيها هذا نشتغل فيها هي مكلهم يعني مكلهم كان هاي لو بتحكوا فيها يا سيدي بتمشي امورنا. الله يا ممتاز. الله يا مضبطه بعدين بعيد عن السوق انا هاي بتمثل الوحدات شكلك يا من والله هاي معك خلينا نخاطب بيها جماعه الوكاله وسيعه رضا يعني بيعملوا فيها طرق زي سوق الجمعه يا سيدي سوق بصير يعني بتجنب السوق للخضار كلهم بس الله هاي كويسه هاي خلينا برضو جماعه اللي شو اسمه تحسين المخيم لجنه تحسين المخيم هم طيب خلينا نطلبهم نشوف شو الجماعه تكون الله يكون هذه المساحه مين حاطها هاي شباب والله شيء شيل اياها صار شيل باللودر تعال شيل المساحه هذه اللي والله دخل اللودر هذا اللي جبناه هذيك المره بالجراج اللي فوتتنا الختياره دخل اللودر هون هاي رجع حطه صادم طيب ماشي هذا اللي فوتت عليها الختياره يلا دخل هذا جوا هذا كله بده ينشال امشي اعطيهم هم والله يا سيدي ما هذا انا ما اعطيتنيش خلص مره انا ما طلب اعطيك طيب احنا لحد راجعين هذا الرصيف كله بدك تشيل ولا تخلي منه شيء لان انت هذا رصيفك عامل شارع ضيق خلقه يعني الشارع نادر بزين يعني انت استاذي مش مس الشباب الثانيين الان الشارع اساسا شايف السياره دخلت يعني ما فيها مجال الا تدخل معها سياره ثانيه ماشي هذا تفرج هذا بالشارع خلص ابشر احنا ان شاء الله الاحد الجاي الاحد خلي يلا يا عيد يلا جيب لك عمار حملوها هاي وين يلا عيد وين حملوها اللي حملوها هاي تتحمل يلا عيد حملوها تحميل صحيح فكروا انه احملها قطعه احمل قطعه بس قطعه قطعه مشان تخليها عقل الناس صح ولا مش صح المرة مضت اجت الحج شكت عنها ولا لا؟ فيها بدنا نشيلها بسألك سؤال احنا مش كنا الاحد المضى؟ شيلها هسه اه خلاص خلاص شيلها هسه شيلها لا لا مش راح نروح والله قال لما تطلع من السوق كله يلا شيلها يلا امشي بيها خلينا نجيب لك فيها يلا احمل واطلع روح فيها لا انت بس بلغ لحد راجع قول له قول له الجماعه رجعوا كمان مره هاي جيران انا بقول انا بمرق عليه بنبه عليه ايوه قول له يوم الاحد راح نشيل باللودر بيك هذا قول له انا المره تنبهت عليه بس بقول له بلغه قول له الاحد الجاي راح نشيل لانه هذا يعني يعرض بيه حمام قدام الناس كمان حاط لي قفص بزبطش واحنا بنمر عليه الامان واحنا المره احنا جت شكوى من حجي انه جاي اسعاف لزوجها ما قدرت تفوت يعني برضه تقدر ظرف الناس